السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذه الحلقة من الحدث، والتي خصصناها للتغطية المباشرة والتغطية المستمرة حول أزمة الغاز الصخري في الجزائر، حيث تتردد الكثير من دول العالم في الإقدام على استخراج الغاز الصخري، وفي مقدمتها دول أوروبية كبريطانيا وفرنسا. ورغم أن الولايات المتحدة قد قطعت شوطا في استخراج الغاز الصخري، إلا أن العملية بها باتت تشهد تململا وتراجعا بسبب انهيار الأسعار من جهة، وتصاعد احتجاجات منظمات الدفاع عن البيئة والثروات الطبيعية من جهة أخرى، بسبب مخاوف حقيقية من تلوث المياه بالمواد الكيميائية 600 المستعملة في تفتيت الصخور بواسطة المياه المضغوطة، خاصة وأن تكنولوجيا استخراج الغاز الصخري حديثة العهد، ولا زالت الكثير من خطواتها في طريق التجريب. سكان جنوب الجزائر في عين صالح على وجه الخصوص يدركون جيدا هذه المخاطر، مما دفعهم للخروج إلى الشوارع احتجاجا على شروع شركة سوناطراك في استخراج الغاز الصخري. السلطة بدورها فشلت في إقناعهم وإثنائهم عن مواصلة الاحتجاجات، مراقبون يرشحون الوضع للتصعيد في حال ركبت السلطة رأسها واستمرت في تجاهل أصوات المحتجين وأدارت ظهرها لحوار حقيقي وبناء. مرحبا بكم مشاهدي الأفاضل، معنا السيد محمد العربي زيتوت، عضو أمانة حركة رشاد ودبلوماسي سابق، نستضيفه في هذه الحلقة. أهلا وسهلا بك سي محمد. مرحبا بك، الله يسلمك. الله يبارك فيك. نبدأ في نقاش الشق السياسي من هذا الموضوع للغاز الصخري. يعني هناك إصرار من طرف النظام وإصرار من طرف المحتجين على وقف هذه الكارثة التي يراها المواطنون بأنها ستسيء للماء وستلوث الماء وستسيء كذلك للبيئة، وربما حتى اقتصاديا، ليست هناك جدوى اقتصادية كبيرة لحد الآن. لكن قبل هذا نستمع لهذا التدخل من طرف أحد ناشطي وسكان الجنوب المحتجين على الغاز الصخري. تقتش إلى الايروبور إلى المطار مطار عين صالح، قابلنا المسؤول نتاع الأمن الأول، وهو هامل، السيد الهامل، بعد نقاش مطول مع المختصين أطباء ومنقبين توصلنا لواحد الحل. أم رايحين إن شاء الله بربي يروحوا للمكان، المكان اللي راهي تحفر فيه صوندا، راحين يشوفوا صوندا شحال البعد نتاعها على منطقة عين صالح، وراحين يجيبوا لنا إن شاء الله القرار من الجزائر. طلب منا نعطوه 3 أشخاص تروح معاه للعاصمة وتجيب القرار. قلنا له روح انت يا سيدي، يا سيدي الأمين ولا واش يسموه، هو معليش مدير ولا ممثل رئيس الجمهورية. انت جبنا القرار ورانا منتظرين وصامدين، الجزائر أولا، الجزائر ثانيا، الجزائر إلى الأبد، شعارنا غالي الغاز الصخري. الشعب خرج هذه المرة للمطالبة بحفظ الجزائر وحمايتها من سموم الغاز الصخري، لم يطلبوا المزيد من الريع أو ريع النفط الذي تتقاسمه جهات يعرفها الكل في الجزائر، وإنما كما قال هذا الشاب، الجزائر أولا، الجزائر ثانيا، والجزائر إلى الأبد، وهذا هو الشعار. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حقيقة ولخصها في شيء مهم جدا، نعم، وهو أنه أثبت ارتباطه بالجزائر وردوا على بعض الأقوال اللي تريد وكأنها تهاجم هؤلاء الأحرار الذين يحتجون على ضرر بالغ وواضح، لكن يتهمون من أنهم كما قال أحد السفهاء في جبهة التحرير، قال من أن هذه أمور سياسية وتحركهم أهداف سياسية وربما حتى أيدي خارجية كالعادة. ولذلك لعله شدد على قضية الجزائر أولا والجزائر ثانيا والجزائر الأبد. واضح لكل صاحب عقل، حتى لا يجب أن يكون عالم أو فاهم أو خبير أو ليعلم أن قضية الغاز الصخري هذا
ليست في مصلحة الجزائر والجزائريين، ولكنها ضد مصالح الجزائر والجزائريين. ليس فقط لا تنفع الجزائر والجزائريين، ولكنها تضر الجزائر والجزائريين. قضية الغاز الصخري هذه هي أحد الكوارث الكبرى اللي هذه الجماعة الحاكمة تمضي قدما لتسليطها على الشعب الجزائري. قضية الغاز الصخري هذه لا تقل بؤسا وسوءا على التجارب النووية والتجارب البيولوجية والتجارب الكيميائية التي قامت بها فرنسا في الستينات والسبعينات في هذه المناطق بالذات، مثلث أو الموت. قريب منها. نعم، الصحراء الجزائرية. يعني رجان تبعد 250 كيلومتر على عين صالح غربا. قضية الغاز الصخري هذه لها مخاطر جمة، مخاطر اقتصادية، مخاطر بيئية، مخاطر صحية، مخاطر سياسية. بعبارة واحدة، قضية الغاز الصخري هذا خطر آخر يراد أن تصاب به الجزائر. دعنا ننظر إلى الأمر من باب أو من زاوية السلطة في الجزائر. السلطة تتحج الآن بأن تكنولوجيا استخراج الغاز الصخري تقدمت إلى حد ما، وصارت بإمكانها أن تستخرج الغاز الصخري بدون إحداث كثير من المشاكل الجانبية من جهة. كذلك يقولون بأن كل الدول الأوروبية التي لم تبدأ في استخراج الغاز الصخري الآن هي ستذهب إلى هذا لا محالة، يعني كفرنسا، بريطانيا، الدول الأوروبية، يعني ستحذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية، لأن المستقبل للطاقة في 100 سنة القادمة سيكون للغاز الصخري. والجزائر تقول لا أريد أن أبقى في آخر الركب فيما يتعلق بالغاز الصخري. ما رأيك أستاذ محمد؟ رأيي أن هذا الكلام لا يستند إلى دليل حقيقي وليس إلى علم حقيقي، وإنما إلى كلام. باختصار بسيط، أكثرية الدول الأوروبية قالت لا للغاز الصخري. نعم، هناك بعض الدول تنظر في الأمر الآن، لكن الأغلبية قالت لا. بولندا مثلا قالت لا، وهي لا تمتلك غاز ولا تمتلك بترول ولا تمتلك، وهي مستورد للطاقة. رومانيا بين أفقر دول القارة الأوروبية قالت لا. فرنسا التي لا تمتلك غاز قال رئيسها بعبارة واضحة وصريحة: لن نسمح بالغاز الصخري لأن مخاطره كبيرة جدا، وأنا لا أريد أن يكون هناك ضرر للفرنسيين وللبيئة الفرنسية والأراضي الفرنسية. بالنسبة للولايات المتحدة التي يتحججون بها، أولا الأمر ليس محسوم في الولايات المتحدة، هناك ولايات وافقت على الموضوع وهناك ولايات اعترضت، لعل آخرها نيويورك عندما استطاع رئيس بلد نيويورك أن يفتك قرار قضائي من أن يسمح للمير، يسمح لرئيس البلدية أن يقول لا. وبالفعل قرر المير تاع نيويورك أن لا غاز صخري في نيويورك. بالنسبة للأماكن الأخرى، الفرق ما بين الولايات المتحدة وما بين هذه الجماعة التي تحكم الجزائر هناك عدة فروق. والفرق الأول أن الولايات المتحدة لديها هذه التكنولوجيا منذ حوالي 100 سنة، تعرف قضية الغاز الصخري منذ حوالي 100 سنة في بداية القرن الفائت. نعم نعم نعم، من 1916 ومرة 1926. الأمر الثاني أن الولايات المتحدة قوة إمبراطورية، هي أول إمبراطورية في العالم من حيث التكنولوجيا ومن حيث الاقتصاد ومن حيث الشركات الكبرى التي تسيطر على الطاقة في العالم، وبالتالي تمتلك تكنولوجيا عالية وكبيرة. الأمر الثالث، الولايات المتحدة التربة هناك أو الغاز الصخري هناك يوجد على حوالي 700 متر فقط في المعدل، مقارنة تحت الأرض، مقارنة مع الجزائر الذي يتواجد ما بين 2000 و3000 متر وأحيانا أكثر من 3000 متر، وهي المناطق الأكثر حساسية، تعتبر أساس الأرض من ناحية، وكذلك تحوي الكثير من الغازات ومن نعم أجيك لأسباب أشياء أخرى. الأمر الرابع أن الولايات المتحدة تمتلك قدرات للنقل ونقل هذا الغاز بحيث أنها تجعل من الكلفة أقل بكثير مما. الأمر الخامس، واستطيع أن أمدد لك أسباب أخرى لكن أكتفي بخمسة أسباب، أن تكلفة الغاز الصخري في الولايات المتحدة إجمالا يتراوح، يقولون في حدود 6 إلى 7 مليون دولار للبئر، بينما في الجزائر يقولون أنه على الأقل ضعف هذه القيمة. هو بطبيعة الحال، لأنه إذا كانت المسافة، مسافة يعني العمق
ثلاث مرات على المسؤولية المتحدة، وبالتالي ستزيد التكلفة. نعم التكلفة، المياه أكثر، التدخل أكثر، الوقت أكثر، ثم النقل، قضية النقل أيضا. الولايات المتحدة تمتلك أساطيل هائلة للنقل ولديها خبرة كبيرة وتجربة في قضية النقل. نعم، وصلت الرسالة محمد، لكن لماذا يسر النظام الجزائري أو السلطة في الجزائر، لماذا تسر على هذا الأمر رغم كما كنت تتحدث ضعف الجدوى الاقتصادية، حتى لما نقول منعدمة، لا نقول منعدمة، كذلك المخاطر البيئية على الماء وعلى البيئة، وكذلك يعني التكنولوجيا الجزائرية مش مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم هذا أنها تسر والدول الأوروبية يعني نفضت يديها من الغاز الصخري على الأقل في الوقت الحالي. هم يبررون ذلك، أنا سمعت بعض يسموا مسؤولين في الجزائر، سمعت بعض تبريراتهم، يقولون أولا نحن لدينا هذا الغاز ولماذا لا نستعمله ولماذا لا نكتشفه، وبالتالي نزيد في المداخيل تاع البلاد، ويقولوا أنه زادوا فيما بعد. سبب آخر قالوا أن الغاز اللي عندنا ما يكفيناش كثير، راح يكفينا 20-25 سنة لكن ما يكفيناش كثير. وسبب ثالث قالوا أنه لديهم القدرة والتكنولوجيا الآن، بحيث أنه المخاطر بعدين سنفصل فيها إذا سمحت، أنه المخاطر اللي يتحدثوا عليها الناس لن تكون، ونحن قادرين على الرقابة في هذه الأماكن. وردي باختصار بسيط، أنتم تكذبون بكل صراحة أقولها لهم، تكذبون لأنه أولا إمكانيات الجزائر تعوم على بحار من الغاز، والجزائر لحد الآن لم يكتشف إلا حوالي ثلث الصحراء الجزائرية أو التراب الجزائري، لم يكتشف منه إلا ثلث أو أقل من الثلث. تقصد الغاز الطبيعي؟ الغاز الطبيعي والبترول الطبيعي، يعني ما يسمى بالطاقة الأحفورية، الغاز والبترول. لم تكتشف أو لم يتم لبروسبكسيون، لم يتم الاستكشاف إلا حوالي أقل من ثلث الـ 2.381 كيلومتر مربع. الأمر الثاني، إذا كان فعلا أننا رح يخصنا الغاز في المستقبل، إذا نتوقف على بيعه الآن، لماذا نبيع فيه؟ ونبيع فيه بأسعار مخفضة أحيانا، خاصة للطليان ولغير ولإسبانيا ولفرنسا ولبريطانيا إلى آخره. الآن باش نرد على الحجج تاعهم. الأمر الآخر، عندما يقولون أننا الآن هم يتحكمون ويقدروا يراقبوا، أنتم لا تستطيعون أن تراقبوا، لا أقول بلديات مثل بلدية الجلفة أو بلدية أدرار أو بلدية سوقهراس، لكن أنتم في الجزائر العاصمة هناك خراب كبير، في الجزائر العاصمة هناك أماكن وأحياء مليئة مراكبة بالقاذورات وبالنفايات ولم تستطع الدولة التحكم، يعني أنتم لا تتحكمون، هم لا يتحكمون في شوارع المدن الكبرى في بيوتهم الكبرى، عندما ترتك جعبة ماء، هم لا يتحكمون عندما يسقط كهرباء، عندما تسقط على الناس بيوتها. نعم. أنتم لا تتحكمون في العاصمة وفي حياة العاصمة، هل هذا كيف تتحكمون؟ نعم. على بعد 1300 كيلومتر مربع أو 1500 كيلومتر مربع. هل هذا محمد يعود إلى أن الجزائر الآن تتعرض إلى ضغوط بحكمها أن هذا النظام الذي لم يتغير هو نفسه النظام الذي المشبوه في ولائه لفرنسا وفي استئناسه بالوصاية الفرنسية؟ هنا جينا للجواب، وبالتالي فأعتقد كثير من المحللين، كثير من السياسيين يقولون بأن الذي يريد الغاز الصخري في الجزائر ليست الجزائر، وإنما هي فرنسا على التراب الجزائري وعلى حساب الجزائريين وصحته، مثل ما فعلت بالنسبة في أيام الاستقلال من تجارب نووية وكيميائية استفادت منها حتى إسرائيل، كانت تقوم بها فرنسا لصالح فرنسا ولصالح إسرائيل وفي الجزائر. نعم، هذا هو بالضبط. نعم. وهذا هو مربط الفرس الحقيقي لقضية الغاز الصخري، ليس، ولذلك أنا بدأت لك قلت لك ليس في مصلحة الجزائريين بل هو ضرر على الجزائريين. نعم. لا ينفعنا بأي حال من الأحوال، في الحقيقة هو يخدم جهتين، يخدم الجماعات المسيطرة اليوم على نظام الحكم وعلى الجزائر سيطرة العصابات، ويخدم فرنسا ومن وراء فرنسا، يخدم الشركات الفرنسية، والدليل في الحقيقة أن تذكر سوناتراك، ليس سوناتراك، توتال هي التي تدير هذا الموضوع عن طريق، وفي الصورة سوناتراك شركة توتال فرنسية ومعها شركة ستات أويل النرويجية أو الدنماركية. فرنسا التي قال رئيسها أنه لن يسمح باستخراج الغاز في الجزائر في فرنسا يريد أن يكون في الجزائر،
قضية التجارب النووية والجرثومية والكيميائية والصاروخية تتكرر مرة أخرى. استمرار الجزائر ككوباي. نعم. ككوباي بالضبط. نعم. كمحقل تجارب. آنذاك عندما بدأت كانت الجزائر تحت الاستعمار. للأسف استمرت. معليش. في نعم. لكن اليوم في واقع الأمر اللي فتح الحدود والأجواء للطائرات الفرنسية باش تقنبل مالي هو نفسه اللي يفتح اليوم الصحراء باش تستفيد فرنسا وتتضرر الجزائر والجزائريين وقصص كانت تلك المناطق. ولذلك نعم. أنا من هنا أحييهم تحية حقيقة. صح. هؤلاء يظهروا أنهم رقي عالي 20 يوم تقريبا اليوم 19 يوم في مظاهرات سلمية ما تكسرش فيها كاس، في مواجهات خرجوا النساء والرجال. نعم. في لحظة معينة خرج أكثر من 10,000 أو قيل في حدود 10,000 من حوالي 50,000 ساكن، معناه 20% من السكان من الأطفال والشيوخ والنساء. نعم. خرجوا في مظاهرات سلمية تقول لا، وهم يفهمون لماذا يقولون لا، لأنه دمار حقيقي لحياتهم نهائيا. نعم. هذا الغاز اللي تركته التجارب النووية والجرثومية والكيميائية سيخلص عليهم هذا الغاز. نعم. هذا الغاز لديه مخاطر ما نتكلمش عليه، ليس فقط على التربة، ليس فقط على البيئة، ليس فقط على الهواء، ليس فقط على لانابدول اللي موجودة هناك، على المياه الجوفية الضخمة هناك. نعم. الخطر متعدد وهو خطر على الإنسان. نعم. على الإنسان. هذا الغاز الصخري سيجعلها قاعا صفصفا، سيترك هذه المناطق التي سيبحثون فيها هذا الغاز ويستخرجونه، هذه سيبعثها ولكأنها ضربت بالنووي. نعم. نعود إلى فرنسا، يعني فرنسا ليست كلها الشر على كل حال، يعني حتى الاستعمار كانت بعض الأفكار موجودة في وقت الرئيس دوغول، في وقت فرنسا الاستعمارية الاحتلالية كان في أفكار أن الصحراء الجزائرية بإمكانها أن تصير جنات، يعني جنات مياه، يعني تنتج الماء، هذه اللي أنا بدوها، هذه يعني البحيرة الكبيرة تحت الصحراء، هذه بإمكانها أن تجعل من الصحراء جنة، إنتاج الخضروات، إنتاج الفواكه، الحبوب التي نستوردها من الخارج، وكذلك الثروة، تنمية الثروة الحيوانية بجميع أنواعها في الصحراء لو تتوفر الإرادة. وكان هذا موجود كمخطط في وقت فرنسا، لكن فرنسا أبت وترددت في لأن كانت تعتقد في يوم ستستقل الجزائر وستستفيد الجزائريون من هذا، وبالتالي فترددت في تطبيق هذا المخطط وهذا البرنامج التنموي الكبير في الصحراء. لماذا الجزائر اليوم، يعني نتصور أو لنفترض أنها بدأت في تصدير الغاز الصخري، يعني ستصرف هذه الأموال على الاستيراد كل شيء من الخارج، ستستورد القمح، ستستورد اللحوم، البيض، الدجاج، مؤخرا استورد حتى التمور، تستورد. نعم. وبالتالي لماذا لا انتج هذه الاشياء بدل الغاز الصخري وبدل حتى البترول وبدل حتى الغاز؟ تلغي عقلك صراحه. نعم. احيانا هذه المشكله، تلغي عقلك. وانت اشوف هذا الموضوع انا نتبح فيه منذ ان بدا، وقاعد اتصور وابحث لعلي اجد لهم مبرر واحد. نعم. حقيقي، ليس اي كلام كما يتفضلوا به، لم أجد أي مبرر، بل بالعكس كل المعطيات، كل المقاييس، كل الزوايا، كل الحسابات كلها تقول لا للغاز الصخري، نعم لتعمير الصحراء. نعم. الصحراء اليوم يسكنها أقل من 15% من الجزائريين، في حدود 5 مليون في أفضل الأحوال، 4.5 إلى 5.5، معدل 5 مليون، وموزعين على الصحراء الشاسعة، يعني على 2 مليون كيلومتر مربع، واحدة من أقل النسب الكثافة السكانية في العالم موجودة في الصحراء الجزائرية، بينما يوجد العكس تماما 85% من سكان الجزائر على 15% من الأراضي الشمال، حيث الاكتظاظ وحيث الضغط وحيث وعلى شريط ساحلي، الأكثرية أيضا ليس فقط على الشريط الساحلي، مما يعني أننا في خطر من كافة نواحي، خطر استراتيجي، خطر بكل جيو استراتيجي بكل ما تعنيه الكلمة، بحيث أنك مركز على شريط ساحل ضيق. الناس الآن في أوضاع، أنت شايف الاكتظاظ في المدن، في العاصمة، في وهران، في عنابة، في قسنطينة، في سطيف، في حتى المدن اللي كانت تعتبر صغيرة أو متوسطة مثل تيزي وزو أو مثل بجاية أو مثل جيجل أو مثل البليدة، شوف الاكتظاظ الشديد فيها، بل حتى مدن قريبة مثل الجلفة ولغوات فيها اكتظاظ اليوم. بدل ما يكون هناك تفكير عاقل لتعمير الصحراء اللي أثبتت كل الدراسات، أنا كنت نمر
على هذه المنطقة من طرابلس إلى لغوات، نقطع مناطق من الصحراء الجزائرية، الواد، تقرت، قرارة، إلى بريال، إلى هذه المناطق. أثبتت وشفت بعيني ناس، مجموعات خاصة، أفراد خاصين فتحين جنات وعاملين جنات في هذه الأرض الصحراوية. الأرض الصحراوية الجزائرية تستطيع أن تنتج الآن، أو ثبت أنها تنتج تقريبا أكثر المواد اللي تحتاجها الجزائر، إن لم تكن كلها تقريبا. سي محمد، أبقى معي دقيقة، كلام مهم جدا ما تقوله، لكن ينضم إلينا السيد إبراهيم عبد الحميد، عضو لجنة البطالين من تندوف. أهلا وسهلا، من الوادي، من واتسوف. أهلا وسهلا بك إبراهيم، هل تسمعوني إبراهيم؟ إبراهيمي هل تسمعوني؟ مالك، إذن في انتظار أن نعيد الاتصال بالسيد إبراهيمي، أبقى معنا السيد إبراهيمي لنشاهد معا، هذا التسجيل. نعم، لنشاهد معا هذا التقرير حول هذا التسجيل، حول العديد من المظاهرات في أنحاء العالم ضد الغاز الصخري، لكن لا تضاهي، لا تساوي، ولا تستطيع أن تصل إلى قوة المظاهرات الجزائرية في جنوب الجزائر ضد استخراج الغاز الصخري. فلنتابع معا هذا التسجيل. Айпак. Чистая Болгария. Clean Bulgaria. Давайте, чистая Болгария. Чистая Европа. Waters for drinking. Gas for drilling. Waters for drinking. Gas for drilling. كانت هذه عينة فقط من بعض المسيرات، المظاهرات، احتجاجات عبر دول كثيرة في العالم. يعني بإمكانكم الدخول على شبكات التواصل الاجتماعي، يوتيوب وغيرها، ستجدون الآلاف من هذه الفيديوهات. الكل يحتج على الغاز الصخري، ولم نجد بلدا واحدا يرحب بهذا الغاز، عكس ربما حتى المحروقات الأحفورية القديمة صار الناس الآن يقبلونها، لأنه متحكم في تكنولوجيتها، ولأنها ليس بهذه الخطورة التي تختلط بالماء والهواء والتربة وغير ذلك. أعود لك السيد محمد العربي زيتوت، بعدما فقدنا السيد ضيفنا عن طريق الهاتف السيد إبراهيمي. هناك، قبل ما ننتقل إلى الأخطار البيئية، يعني نتحدث عن الجانب الاقتصادي. يعني كما كنا نقول، الجزائر بإمكانها أن تستغل الثروات الموجودة، الثروات الطبيعية، بغض النظر عن هذه المحروقات الموجودة في الجزائر. لكن ألا تعتقد أن لماذا فيه تسرع الآن، وفيه عجلة من طرف السلطة من أجل البدء وفرض أمر واقع في الجزائر لاستخراج الغاز الصخري، ووضع الشعب الجزائري، ووضع الجزائر أمام أمر واقع بعد خاصة انخفاض أسعار النفط؟ أليس هذا السلطة الجزائرية صارت الآن مدمنة على الريع، ريع المحروقات؟ يعني تستهلك ريع المحروقات بشراهة، وهل من مزيد؟ يعني هذه السلطة يعني تفتقد للشرعية، والآن صارت يعني تسير في عكس المسار. الاستعمار المدمر، الاستعمار الفرنسي في الستينات والسبعينات، كانت الجزائر لا تعتمد على المحروقات إلا في حدود وسطى، ممكن نصف. كانت بداية الأولى لاستخراج النفط. نعم، كانت بدايته الأولى، وكان أسعاره ضعيفة جدا،
كانت الجزائر تصدر كثير من المواد الفلاحية والمواد تاع لاغرو اليمونتير والمواد نصف المصنعة اللي كانت موجودة. وبالرغم من رحيل المستعمرين إلى آخرين، الجزائريين استطاعوا يمشروا مصانع واستمرت كثير من أنواع التصدير. والجزائر أصلا بلد فلاحي. اليوم الجزائر تستورد عدد هائل من احتياجاتها الفلاحية والزراعية، تستورد عدد هائل من احتياجاتها الغذائية، إلى درجة أننا فاتورة الغذاء وصلت ما يقارب 10 مليار دولار. يعني مبلغ ضخم جدا. لو أن هذه المبالغ اللي قاعدين نعطوا فيها لدول أخرى ولبلدان أخرى استثمرناها في أراضينا في بلدنا لأخرجنا ذهب بأتم ما تعنيه الكلمة. يعني الصحراء الجزائرية، قلت لك كنت نمر على المنطقة ونعرفها جيدا، أنا أصلا من الصحراء. الصحراء الجزائرية قابلة أن تكون أفضل من صحراء كاليفورنيا. يعني شوف ماذا فعل سفهاء الخليج اللي احنا بالنسبة لنا هم سفهاء على الأقل من منظور سياسي ومن منظور مواقفهم السياسية في الغالب، يعني ماذا فعلوا في دبي وفي أبو ظبي وفي الدوحة وفي 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 الجزائر. انت شفت الصور قبل شوية لما كنت توري فيه، يعني الناس عايشة وكأنها تأتي من العصر الحجري، يعني في وضع مزري جدا. الرمال زاحفة، حتى شي يسموه السد الأخضر اللي كان أيام بومدين وكذا انتهى. أنا شفت الناس في بيوتها في الواد وفي تقرت وفي ورقلة وفي بعض الأماكن، يعني الرمل تلقاه غطى البيت، غطى نص البيت. كان الناس قرى ردمت ردمت، وهذا الرمال الزاحفة هذا تضر الجزائر شمال وجنوب، لكن ومخاطرها كبيرة. لو هم الغاني يقولوا أنهم حيصرفوا 70 مليار دولار على الغاز الصخري، ربع المبلغ، لا أقول حتى نصفه، ربع المبلغ 15-16 مليار دولار لو صرف على الصحراء الجزائرية لخرجتنا جنات منها. المياه في الجزائر في الصحراء الجزائرية أثبتت دراسات العلمية أنها تكفي لما يعادل 6700 سنة بالاستهلاك الحالي. يعني 6700 سنة، قلت لك من سنوات وأنا نتبع في هذا الموضوع لأني أعرف أن مستقبل الجزائر الحقيقي هو في الصحراء، وأعرف أن إذا أردنا فعلا أن نبني دولة قوية ونبني بلد قوي ونبني نتوجه للصحراء. الصحراء هي الخير الأعم والأكبر للجزائر، كانت ولا زالت وستبقى إذا كان هناك عقول وأبناء هذا الوطن وليس لصوص يخدموا لقوة خارجية من أجل أن تبقيهم في السلطة، من أجل أن تبقيهم في الحكم. الغاز الصخري لمصلحة فرنسا ولمصلحة الشركات الفرنسية وليس لمصلحة الجزائر. ذكرنا بعض ذكرنا نجد لك أشياء أخرى من ناحية اقتصادية. سنعود إلى هذا. هل من ليس من حق الجزائر كدولة بغض النظر عن السلطة الحاكمة الآن، بغض النظر عن الحكومة وعن يعني الوضع الحالي الذي يفتقد لكثير من الشرعية، أليس من حقها أن تكتسب هذه التكنولوجيا ولو لاستعمالها إلى حين؟ يعني تقوم بتجارب، لكن لابد أن توضح هذا للمواطنين بطبيعة الحال. يعني قال نحن الآن نقوم بحفر بعض الآبار يعني في إطار خطة تجريبية اختبارية امتحانية لكسب الخبرة لكسب المهارة التكنولوجية لاستعمالها ربما في المستقبل إذا ما اضطررنا إلى استغلال الغاز الصخري. أليس من حق السلطة مثلا في لكن في إطاره يعني من حقها لو كانت صادقة؟ أول شيء قالوا للناس أننا حفرنا على بعد 100 كيلومتر أو 150 كيلومتر لعين صالح. الشاب اللي كان يتكلم في البداية قالوا كنا قلنا لهم تعالوا نشوفوا وين البئر. البئر موجود على خمس الأبيار الأولى هذه اللي بدأت منذ 5 سنوات في الحقيقة على 25 كيلومتر من عين صالح، على 25 كيلومتر من عين صالح، بينما يقولون للناس أنه على بعد 150 كيلومتر. شوف الكذب، الناس لم تعد تصدق هذا نظام الحكم. عندما تكذب وتكذب 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 سينتهي بك الأمر إلى أن تصبح كذاب والناس لن يسمعوا لك ولو جئت بالحقيقة. ثم عندما تكون كافة الدراسات العلمية الحقيقية النزيهة تقول أن فيه مضار كبرى، دعني أذكر لك بعض المضار الاقتصادية بالنسبة للجزائر. أولا لدينا غاز وكميات هائلة، الجزء الأكبر من الأراضي الجزائرية المكتشف بعد. ثانيا هذه الأموال التي تصرف عليه المفروض أن تستثمر في أشياء أخرى كما ذكرت لك بعض الأشياء في تنمية الصحراء. كان الشاذلي بن جديد لما زار الولايات المتحدة في الثمانينات وكانت هناك فكرة لما لا تكون الجزائر مثل كاليفورنيا، وكان بدأ العمل على حديث ذلك، لكن مع الانقلاب ومع ما حدث ردمت الصحراء
وانتهت فكرة أن تعود أن تكون صحراء جزائرية مثل كاليفورنيا. الأسباب الاقتصادية الأخرى المضرة بالنسبة إلينا بكل ما تعنيه هذه الكلمة بالنسبة لهذا الغاز الصخري هو أنك تقوم بتحطيم المياه، ليس فقط المياه الجوفية، هذه النابضة اللي موجودة هناك اللي هي كميات هائلة ولا تتواجد إلا في بعض المناطق من الصحراء الجزائرية، ولكن أيضا مياه، لأنك أنت لأي بئر تحتاج ملايين الليترات لكي، لأن كل عملية تعتمد على ضغط المياه بقوة لاستخراج هذا الغاز من بين الصخور، ولذلك يسمى الغاز الصخري. وشحنها بكميات كبيرة هائلة بالمواد الكيميائية أيضا، 600 نوع، يعني 600 مادة كيميائية. الآن هم يقولوا والله ينقص هذا العدد، حتى لو كان 10 أنواع فقط من المواد الكيميائية يكفي أنها مواد كيميائية، حتى ولو واحدة. نعم، مواد كيميائية هي مواد كيميائية. أنت تقوم بتخريب المياه. الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء هو أصل الأشياء، الماء هو الذي يعطي الحياة. نعم. هؤلاء الناس لماذا يتحركون على المياه؟ على ذكرك الماء، هنا فيديو يعني معروف جدا في يوتيوب، هو لسيدة أمريكية بإمكانها أن تشعل النار بعود ثقاب في من الحنفية، لأن يحوي بعض الغاز الذي تسرب إلى الماء. نعم، من جراء استغلال الغاز الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية. فلنشاهد معا هذا التسجيل. في بعض الأحيان أقوم بتقريب عود الكبريت من حنفية الماء. بطبيعة الحال لا يمكن معرفة متى يخرج الغاز من حنفية، فغاز الميثان ينتقل مع الماء عبر الحنفية، وأستطيع أن أشعل النار في الحنفية في مشهد مثير وفرجوي. نعم، هذه يعني هذه الصوره هذه فقط لتلويث المياه. نعم، هذا دليل على تلويث. نعم، المياه، يعني المياه صالحه للشرب هنا. نعم، احنا نتكلم على دوله متقدمه، دوله لديها قدره، اذا كان هذا يحدث في امريكا في يعني. امريكا دوله. نعم، لديها قدره على الرقابه، لدوله لديها مؤسسات، لدوله عدالة. لديها لديها. نعم، عداله، دوله لديها نظام، دوله لديها حضاره مدنيه، دوله لديها. نعم، ما هيش جماعه انتوعنا. المشكله هو هذا، عندما تقوم بتدمير المياه سواء المياه الجوفيه او المياه الصالحه للشرب، بينما هذه المياه المفروض أنها توجه. هؤلاء الناس وش يحتاجوا؟ يحتاجوا أساسا، وش يحتاج الإنسان في الصحراء قبل كل شيء وبعد كل شيء؟ يحتاج الماء. هؤلاء يحتاجوا هذه المياه. أنت تقوم برمي هذه المياه اللي يحتاجها الناس، ملايين لترات يحتاجها كل بئر من هذه الأبيار، بدل ما تقوم وأنت لا تحتاج للغاز. عندما تقول الولايات المتحدة، الولايات المتحدة أيضا زيد لك سبب آخر لماذا تقوم بسخر؟ لأنها تريد أن تكون لها استقلالية، لأنها هي الآن مستورد كبير للطاقة كما هي معروف. نعم، خاصة وهي تريد أن تبتعد على استيراد البترول والغاز والاكتفاء بما لديها. نعم، فبالتالي تضحي ببعض الأشياء. نعم، من أجل أشياء أخرى. هذا المنطق. نعود إلى الاستثمار في 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 الصحراء الجزائرية. معروف يعني أن فرنسا كانت تريد فصل الجنوب الجزائري عن شماله لما فيه من خيرات، وهي تعرف جيدا أن الجزائر هي الجنوب، لكن لماذا هذا الإصرار على تهميش الجنوب؟ كما كنت نشوف الناس يعني عايشين في الجنوب وكأنهم يعني خارجين نطاق التاريخ يعني، وبالتالي وهذه والجنوب هذا هو الذي يغذي الشمال، وهؤلاء الذين اليوم يتبجحون بأموال الجزائر وبكذا اللي في الشمال، يعني ألا يدركون أن هناك خطرا ربما يستغل بطريقة أو بأخرى من أجل إحداث قلاقل كبيرة في الجزائر، مدام المفكر أو السياسي الجزائري لا يفكر إلا بالجهة الشمالية من رأسه، أما الجهة الجنوبية بالنسبة له فهي مورد الخيرات ولا ليس لها حق في أن تساهم وأن تشارك في الاستفادة من هذه الخيرات. هذه معادلة خطيرة جدا يمر بها النظام الجزائري ويقوم بها وربما يشجعها. صراحة وأنا اتصال مع كثير من أهلي وإخواني في الصحراء، الناس كثير تشعر أن الجزائر تستعمرها هذه الجماعة الحاكمة، ولكن الصحراء مستعمرة مرتين، مستعمرة من هذه مثلها مثل كل الأطراف الجزائرية، مثلها مثل كل جهات الجزائرية بالبيروقراطية والفقر والفساد والفقر. نعم، اللي محطم المجتمع الجزائري وحتى الاقتصاد الجزائري وحطم كل شيء. إضافة لذلك أن الجماعة الحاكمة لا تنظر إلى الصحراء إلا باعتبارها مكان لنهبه فقط.
مش حتى يقوموا بنهبوا واعطاء شوية نبعثوا لهم شوية على الأقل نسكتهم. انت شايف الناس، الناس هناك تصل مرات درجة الحرارة المعدل 50 درجة في أماكن مثل ورقلة، عين صالح. عين صالح هذه هي أسخن نقطة، يقال أنها أسخن نقطة في العالم، تقع في عين صالح أو في نواحي عين صالح. أحيانا مش ما يجدوش فقط ثلاجات، مش ما يجدوش كليماتيزور، هذا حاجة، ما يجدوش ثلاجات، وأحيانا ما فيش كهرباء، تقطع عليهم الكهرباء نتيجة نتيجة لأنه ما فيش، ما فيش تغذية بالكهرباء. يعني كيفاش البترول من هنا يخرج والغاز من هنا يخرج، مش قادرين نجيبوا طاقة محدودة لهؤلاء الناس. وبجنبهم ما يسمى بشركات متعددة الجنسيات، عندها البيسين، وعندها مش الكليماتيزور برك والشامبر فروال والمطارات عندها، وكأن هذا عالم وهذاك عالم، يفصل بيناتهم حواجز فقط. أي شعور بالحقرة، أي شعور بالإهانة، أي شعور بالمرارة، أي شعور بالغضب يتملك هؤلاء الناس شديد. هؤلاء النظام هذا مش فاهم، راه يلعب بالوحدة الوطنية في أن جهات متعددة تريد تحطيم الجزائر وتكسير الجزائر. هذا النظام هو اليوم أكبر خطر على الجزائر، والدليل هذا الموضوع لأن شعور الناس، شعور سكان الصحراء، شعور سكان الجنوب، أن هناك استغلال أستاذ محمد ليس له حدود. نعم، إذا ما أضفنا لهذا الفساد ولهذا اللاتوازن الجهوي في توزيع الثروة الجزائرية، هي اللي متوزع هذه الثروة، ما زالت محتكرة من طرف جماعة قليلة. كذلك هناك هذه الأزمات السياسية اللي موجودة، مثلا أزمات أمنية وسياسية وعسكرية وقبلية، في شمال مالي، في الجنوب، في الجهة الشرقية مع الحدود الليبية. ألا يدرك هذا النظام الجزائري أنه آن الأوان إلى أن يعامل كل الجزائريين معاملة واحدة، من جنوبها إلى شمالها، من غربها إلى شرقها، على الأقل لدرء المخاطر المحيطة بالجزائر، خاصة من الناحية الشرقية الجنوبية ومن الناحية الجنوبية؟ يعني نعرف هو يهتم أساسا هو يهتم أساسا بالعاصمة، وبالعاصمة يهتم أساسا بحيدرا وبكلوب ديبا، هذا وش يهتم والله الجولف، هذا الاهتمام الرئيسي انتهى. شوف وقعة تينغونتيرين لمر عليها سنتين قبل يومين، عين ميناس لم يحدث أن جماعة مسلحة في الجزائر هاجمت الصناعات البترولية والغازية في الجزائر في 20 سنة، من 92 ل 2012 لم يحدث أن قامت أي جماعة مسلحة، سواء كانت مخترقة أو غير مخترقة، إسلامية أو غير إسلامية، سميها ما شئت، في أي ظروف، حتى في ظروف الإرهاب، في ظروف القوة، ولم يستطيعوا، لم يقوموا بأي عمل، ليس لم يستطيعوا، لم يقوموا، كان هناك وكأنه اتفاق ضمني بين الجميع، نظام وجماعات مسلحة، ألا نمس خبزة الجزائري، ما نمسوهاش. عندما سمحوا بالطائرات الفرنسية باش تقصف وتمر على الأجواء الجزائرية وفتحوا لها الحدود وعاونوها بالبترول وبالمواد وبالكما قال العمامرة، عاوناهم بكل شيء، لم نرسل فقط عسكر لابسين، معنى رسلوا عسكر غير لابسين، معنى مخابرات، وذكروها هذه موجودة، قامت جماعة مسلحة بالهجوم على تيغونتورين على الغاز الموجود فيه هناك، وذلك هو قلب الجزائر، قلب الجزائر. تعرف كم خسرت الجزائر وكم تخسر الآن؟ أول حاجة خسرت أكثر من 20%، لأن تيغونتورين كانت تجيب لها حوالي 20% مما تصدره الجزائر من الغاز أولا. الشيء الثاني، الخسارة الأخرى مش فقط المليارين أو 3 مليار دولار تاع العام الماضي والعام اللي فات، أن الشركات ستوتويل وبي بي والشركات اللي تعمل هناك الآن راجعت العقود ورفعت من شروطها وطالبت بمزيد من، يعني خضعت لها السلطة الجزائرية والدولة الجزائرية من خزينة الجزائريين، أعطتهم أموال، يعني أن السلطة في الجزائر جعلت نفسها رهينة طبعا، لأنهم قالوا لهم ما نكملوش نروحوا حماقات هذا النظام. نعم. بل أن، وهذه معلومات منشورة، العمال الأوروبيين اللي جايبينهم يعطونهم 10,000 أورو إلى 12,000 أورو في المعدل اللي جايبينهم يشتغلوا هناك، بينما الجزائري في أفضل الأحوال ممكن يأخذ 10 ملايين ولا 12 مليون. هذه الشركات اللي الآن يطالبوا ب 30,000 أورو للمهندس الأجنبي، 30,000 أورو ما يعادل 350 مليون أو قريب 400 مليون بدراهم الجزائر. هذا جاء نتيجة لأنهم تعاونوا، ولينا احنا نعاونوا فرنسا اللي تحتل إفريقيا، بينما الثورة الجزائرية هي التي ساهمت في تحرير إفريقيا. أصبح من يدعي
انه من مجاهد كبير وسي عبد القادر ومانيش عارف شكون وقايد صالح وافريقي اكثر من الافارقه وافريقي اكثر من الافارقه يساهم في استرجاع وايجاب ويقدم فرنسا يجيبها باش تحتل النيجر وتحتل مالي. لكن هذه السلطه ماذا تقول يا استاذ محمد؟ هذه السلطه تقول ان هناك ايادي خارجيه تحرك سكان الجنوب تستغل ظروفهم القاهره كما تقول يقول وزراء و يعني مسؤولين كبار في الدولة الجزائرية. هناك أيادي خارجية تحرك هؤلاء في الجنوب. أنا يعني فقط أطرح سؤال كذلك ملحق بهذا السؤال للأيادي الخارجية، كيف يستطيع أن تصل الأيادي الخارجية إلى جنوب الجزائر؟ شمال مالي تحكمه فرنسا والجماعات التي تتفاوض في الجزائر بوساطة جزائرية، الجهة الأخرى من هناك ليبيا تتناحر، هناك قوى تتناحر في ليبيا، من أين تدخل هذه الجهة؟ وحتى في لكن ربما تتذكر أن الجنوب الجزائري كان ممنوعا للجزائر دخوله إلا برخصة أو كأنها نعم. فيزا داخلية، تأشيرة داخلية نعم. من أين تأتي هذه الأيادي الخارجية؟ صراحة لكل داء يستطب منه إلا الحماقة أعيت من يداويها. الآن اليوم أكثر من نصف الجيش الجزائري مشتت في الصحراء، شباب الجزائر مشتتين في الصحراء، صحراء قاحلة في أدرار في بشار في تندوف في تمن راست في عين صالح في عين ميناس في أذكر المدن، وكاين أحيانا ما فيش مدن، قفار صحاري هكذا برار، كثير منهم مصاب بهلوسات عقلية الآن لأنه يجد أنفسهم أحيانا سنوات، كاين اللي كتبوا لي قالوا لي سنوات ونحن في الصحراء، هذو اللي زاكتيف خلاف لي زابلي اللي عانوا معاناة شديدة بينما أبناء المسؤولين وأبناء الجنرالات وأبناء الوزراء وأبناء السفراء وأبناء كبار القضاة وأبناء تواجدين إلى مش في الجزائر العاصمة في دول أوروبية. هناك فيديو متداول في يوتيوب نعم. وموجود في الفيسبوك، ابن وزير أو وزيرة كبيرة في الحكومة الجزائرية نعم تزوج الأيادي الخارجية نعم والشمباني والحفلة هذا هو، تجدهم هنا موجودين في كل مكان، موجودين في بريطانيا وموجودين في فرنسا وفي إسبانيا وفي، بينما أبناء الشعب مشتين في الصحراء كعسكر أو الجنوب، ناس كان الجنوب صحاروة يعيشوا في ظروف قاهرة. ولماذا يعيشون في ظروف قاهرة وما يعترفون أنهم يعيشون في ظروف؟ لماذا يعيش الجزائري بعد 52 سنة من الاستقلال في ظروف بائسة يائسة؟ لماذا الأموال 200 مليار دولار موزعة في البنوك الغربية لا نعرف أصلا لها أين تتواجد، ولو كان غدوة يتغير النظام ما ترجعش هذه الأموال؟ لماذا هذه لا تصرف على تنمية الجزائر؟ رحت منها 10 مليار بحكم انخفاض سعر النفط فقط هذه في الشهرين اللي فاتوا نعم. لماذا لا يصرف 10% من 200 مليار على الصحراء الجزائرية وعلى المدن الجزائرية؟ لماذا ورقلة اللي هي عاصمة الصحراء المفروض تعيش في ظروف لا أكاد أصفها؟ وروح شوف القصبة نتاع ورقلة، روح شوف القصبة نتاع ورقلة، شوف الأحياء القديمة نتاع ورقلة كيفاش، بل حتى الأحياء الجديدة، حتى الأحياء اللي بنيت جديدة. لماذا حسي مسعود مازال الناس مش قادرين يوسع داره لأنه منعوهم، قالوا هذه المدينة سيزيلونها، ما أزالوا المدينة، ما بنوا مدينة جديدة، صرفوا الأموال واعطوا أموال رهيبة لشركات أخذتها هكذا أموال بدون مقابل. لماذا نصل إلى هذه الحدود وهذه الأوضاع بعد 52 سنة من الاستقلال؟ تشوف الناس وين عايشة في الواد وفي ورقلة وفي تقرت وفي غرداية وفي بشار وفي أدرار مش لاقية، وانت شفت المظاهرات اللي انطلقت في تقرت وفي الواد قبل شهر أو شهر ونص، وماتوا 3 أو 4 في تقرت في ورقلة من أجل قطعة أرض في الصحراء. الناس تموت من أجل قطعة أرض، تخيل. المفروض اللي يسكن في الصحراء ندعموه بكل ما أنتم أصلاً ما نعطيوش قطعة، نعطيو حقل بالضبط. كي يحبوا يعاقبوا واحد من الشمال يبعثوه للصحراء، يقول لك لازم يعقب الباساج نتاعو بالصحراء، سواء ميليتير ولا ادمنستراتيف ولا، يا اما عقوبه يا اما لازم الباساج اوبليغاتوار. هذا الحق تكون مكافاه، يعني لو كانت صحراء نعم. مخدومه بالطريقه، هذا دليل بثرواتها يعني. هذا دليل نعم. على انهم يعترفون ان الظروف المناخيه صعبه، أن الظروف المادية صعبة، أن الظروف الحياتية صعبة، أن الأسعار هناك مرتفعة، تعرف أن أكثر الأسعار هناك مرتفعة صح. على مدن أخرى، لأن النقل أشياء كثيرة لا تصل هناك، ما فيش أشياء تصل هناك، خاصة الأشياء اللي تفسد خاصة في الصيف أحيانا تنعدم
بعض أنواع الخضر أو بعض أنواع الفواكه في بعض الأماكن لأنها لا تصل من شدة الحرارة. والقائمة طويلة نتاع الشكاوي نتاع المآسي. هؤلاء يلعبون بالوحدة الوطنية، يلعبون بجغرافية الجزائر، يلعبون بأراضي الجزائر، يلعبون كما دمروا تاريخ الجزائر وسياسة الجزائر واقتصاد الجزائر، الآن يذهبون إلى تكسير الجزائر بهذه السياسات الخرقاء، هذه السياسات الغبية، هذه السياسات الإجرامية. أستاذ محمد العربي زيزوت، الآن فيها تجاذب كبير وشبه تحدي بين السلطة وبين الشعب. الشعب يريد جزائر بلا غاز صخري، السلطة تريد الغاز الصخري ولا حساب الجزائر والشعب الجزائري، وأمواله نعرف جيدا أين ستذهب هذه الأموال. في رأيك، حتى لا نسمي هذه معركة، هذه يعني إلى متى أو إلى أين ستنتهي هذا التجاذب، إلى أين سينتهي هذا التجاذب في رأيك، يعني حسب تقديرك؟ شوف، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. لدينا نظام لئيم، وأنا أزين كلماتي فيما أقول بكل ما تعنيه الكلمة. كلما سكت الجزائريون، كلما خاف الجزائريون، كل ما وقف الجزائريون على مواجهة النظام، كلما كانت الفاتورة كبيرة وكبيرة جدا، كلما تأخر التغيير كلما كانت الفاتورة كبيرة وكبيرة جدا، كلما سكت الناس لأنه لا يعنيني القضية، تعني عين صالح، تعني ورقلة، تعني غردايا، ما تعنينيش أنا، راني في الجلفة ولا راني في الصيف ولا راني في تيزي وزو ولا راني في عنابة. وكان فيه تضامن من الشمال لكن تم فضه في العاصمة، تم فضه، ما سمحوا لهمش يعني. ما سمحوا لهمش، شفنا صور طبعا على الجلد المنفوخ، الكل يحبس، تخرج عشرات الألاف يدفعوهم، روح دعه يرقص دعه ينام، كما قال سلال قبل سنة على الشباب الجزائري، قال لهم علاش انتم خلوهم يرقصوا، خلوهم يشطحوا، خلوهم يرقدوا في النهار. إذا ما كانش هناك تضامن حقيقي، إذا ما كانش هناك شعور حقيقي أن وطننا في خطر، أن هذه السياسات كل مرة هذا النظام يثبت أنه خطر على الجزائر، أنه خطر حقيقي على الناس، أنه دمر أشياء كثيرة في حياة الجزائريين، أن حال حياة الجزائريين الجحيم، إذا ما كانش هذا الشعور، إذا ما شعرش اللي في عين صالح واللي في بشار واللي في أدرار واللي في تمرست واللي في ورقلة واللي في تندوف واللي في الواد واللي في تقرت واللي في الأغوار، إذا ما شعرش بالتضامن وبالشعور العام تاع الجزائريين، فكثير من الجهات تستطيع أن توسوس للناس، تستطيع أن توسوس للناس. وأنا أعرف ما أقول وأعرف ما يجري هناك، وأنا لحد الآن ومنذ سنوات أقول مثل ما قال هذا، الجزائر أولا والجزائر ثانيا والجزائر إلى الأبد، وكل اللي خاطبوني واللي اتصلوا بي قلت لهم لابد قبل أن نتحدث عن أي شيء بالنسبة للجنوب والمظالم اللي تعرض لها، أن يكون أمام أعيننا أننا نموت من أجل أن تبقى الجزائر واحدة موحدة، وإلا فإن الخطر يتهددنا جميعا. أنا نقولها مرة أخرى ونعاودها للجزائريين، ما نقعدوش لاهين بالجلد المنفوخ بالبالون هذا اللي رمي له فيه الناس، شكرا. ما نقعدوش له الناس بأشياء لا معنى لها، راها البلد في خطر. شكرا جزيلا السيد محمد العربي زيتوت، الدبلوماسي الجزائري السابق وعضو أمانة حركة رشاد، كنت معنا طوال هذه الساعة في الحدث ضمن التغطية الخاصة المستمرة حول أزمة الغاز الصخري التي يتجاذبها طرفان، الشعب من جهة لا يريده والسلطة تريد الغاز الصخري بأي ثمن. أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، نلقاكم في حلقة أخرى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.